أكد خبراء سياسيون واقتصاديون أن العراق استأنف دفع تعويضات جراء الغزو العراقي للكويت عام 1999، حيث باشرت الحكومة العراقية منذ شهر بدفع الأقساط المترتبة على العراق نقدا وفق اتفاق تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة، والذي أعلن أن معدل المدفوعات من الصندوق العراقي الخاص بالتعويضات للكويت سيرتفع سنويا حتى عام 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى استنزاف كبير في الموازنة العراقية، خاصة بعد حرب العراق ضد الإرهاب وبرامج إعادة إعمار المناطق المحررة مؤخرا. العراق بدأ بدفع ما بذمته إلى أشقائنا في الكويت، وأنا أعتقد أنه هذا شيء مهم أن العراق يكون في مجال المصداقية والشفافية مع دول العالم والدول الإقليمية. الحاكمة لأنه العراق دخل مفاوضات سابقة وأجل التسديد لمدة 3 سنوات المضت، وأعتقد إذا يريد يعني هذه السنة يأجل لابد أن يدخل في مفاوضات جديدة. مسألة دفع العراقي يدفع 3 مليارات كل 3 أشهر، أنا أعتقد أن هذا رقم كبير يستنزف الموازنة العراقية، خاصة ونحن خرجنا من حرب ضروس ضد الإرهاب ولدينا برامج لإعادة أعمار المناطق المحررة.